تحياتي لكل متابعي ومشاهدي برنامجنا تبسيط العلوم. النهاردة هنقدم لكم مراجعة عامة لمادة الجغرافيا السياسية، وتحديدا هنتناول معكم مجموعة من الأجزاء. هنتناول الجزء الخاص بالجغرافيا السياسية ومراحل تطورها، ونتعرف كمان على أنواع وأشكال وملامح عامة عن الخرائط السياسية، وإزاي إن احنا نرسمها أو نحل الخريطة السياسية إذا جت لينا في الامتحان. معانا ومعاكم النهارده ضيفتنا اللي مشرفانا استاذه ألفت خضر، خبير الجغرافيا بوزاره التربيه والتعليم. مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دعينا في الاول بس نتكلم عن مستويات طلاب الدمج، لان طبعا الحلقه موجهه بشكل خاص لطلابنا، وبالتالي فالامتحان او طبيعه الامتحان بيختلف تبعا للمستوى. تمام. هو بالنسبه لطلاب الدمج اللي هو ماده الجغرافيا بشكل خاص، احنا عندنا اربع مستويات. المستوى الاول اللي هو مستوى متخصص في اللي هم الشلل الدماغي والتوحد او التاخر الذهني. المجموعه دي بيبقى ليها نوعيه مختلفه عن باقي المستويات التانية. المستوى بتاعهم او الامتحان بتاعهم بيبقى عباره عن اسئله موضوعيه فقط، ما بتشملش اي سؤال مقالي. يعني الاسئله اللي هي بتشمل صح وخطا، اللي هي اكمل، اللي اختر من بين الاقواس، دلل، ابتدى، صحح العباره، صح ام خطا، الكلام ده بس، لكن اسئله موضوعيه بالكامل. لكن بالنسبه لي باقي المستويات الاسئله بتاعتهم اللي هي سواء الخاص بضعاف السمع او ضعاف البصر او الاعاقه الحركيه، كل المستويات التانية الاخرى ديت بتبقى الامتحان فيها بيشمل جزء مقالي وجزء موضوعي، بس بيبقى المقالي بنسبه اقل من الموضوعي، بحيث ان هو يبقى مختلف عن الامتحان العادي بتاع طلاب الثانويه العامه. جميل. الدرس التمهيدي طبعا بيتضمن مجموعه من العناصر او يعني بنسميها كده ايتمز مختلفه هنتكلم عنها النهارده، منها طبعا الخريطه السياسيه، ودي مهمه جدا لان وارد انها تيجي في الامتحان، وكمان هنتكلم عن تعريف ايه هي بشكل عام الجغرافيا السياسيه اللي الطالب يدرسها هذا العام. بالظبط. فعلا الدرس التمهيدي هو عباره عن جزء تمهيدي لمنهج الجغرافيا السياسيه، وهو بيتكلم فيه عن تعريف الجغرافيا دي ايه، وايه هي الخريطه السياسيه، وايه اهداف الجغرافيا، وايه مراحل تطورها، واهم العلماء اللي اتكلموا في الجغرافيا السياسيه، وكمان بيشمل طبعا تاثير العلوم السياسيه ومجالات الجغرافيا على ومجالات الجغرافيا بشكل عام، وهيعرفنا ازاي التكنولوجيا بتاثر على الجغرافيا السياسيه. ده جميل. اللي بيشمل الجزء التمهيدي. جميل. استاذه ألفت، الجميل في حلقتنا في تبسيط العلوم ان احنا دايما بنبسط المعلومه اللي بنقدمها وبنشرح شرح وافي ليها، وكمان بنقدم بعض الاسئله وبعض الاجوبه اللي ممكن ترد او تيجي في الامتحان. نبدا مع حضرتك بقى ونقول التعريف الخاص بالجغرافيا السياسيه ومراحل تطورها بشكل عام كده بسرعه، وبعد كده نستعرض الخريطه. اوكي. طيب احنا دلوقتي عندنا المفهوم الجغرافيا عموما بتتكلم عن، او المنهج بتاع ثالثه ثانوي بيتكلم السنه دي عن الجغرافيا السياسيه. طيب الجغرافيا السياسيه دي لا غنى عن الخريطه السياسيه فيها. طب ايه المقصود بكلمه جغرافيا سياسيه؟ معنى كلمه جغرافيا سياسيه احنا بنتكلم عن فرع من فروع الجغرافيا، بس انهي نوع من الجغرافيا؟ الجغرافيا البشريه. يبقى الجغرافيا السياسيه فرع من فروع الجغرافيا البشريه، بتهتم بدراسه ايه؟ بدراسه المواد او الوحده اللي هي السياسيه اللي احنا بنقول عليها الدوله. يبقى بتدرس الدوله بكل جوانبها، سواء الظواهر الطبيعيه او البشريه، ومدى تاثير ده على قوه الدوله وعلاقاتها الدوليه. تمام. ده الجزء الاول الخاص اللي هو الجزء التعريف معنى الجغرافيا السياسيه. ايه طيب تمام. الخريطه بقى. طيب احنا عندنا الخريطه السياسيه في حصل تطور كبير جدا في الفترات الاخيره، وخصوصا في القرن العشرين حصل اختلاف كتير جدا، دول اختفت ودول ظهرت، وعندي تكتلات اقتصاديه ظهرت، وعندي احلاف عسكريه، وعندي تغيير، وفي دول انقسمت ودول اختفت من على الخريطه. تمام. هناخد بعض الأسئلة والنماذج عن الجزء الخاص بالخريطة السياسية، وكمان هناخد جزء خاص بالدرس التمهيدي ومجموعة من الأسئلة اللي على الدرس ده. وبنوه للمرة الثانية ان كل الأسئلة اللي هتبقى موضوعية هي بتشمل جميع المراحل او جميع المستويات الدمج، اما الجزء الخاص بالأسئلة المقالية هيبقى خاص بس بالمستويات الأربعة، غير المستوى الأول اللي هو التأخر الذهني. يبقى التأخر الذهني ملوش اي علاقه بالاسئله الايه المقاليه اللي هنشوفها مع بعض، هو يخص بس الايه الاسئله الموضوعيه. طيب نشوف مع بعض كده اول سؤال معايا.
لو احنا شفنا الخريطة اللي قدامنا ديت، الخريطة دي بتوضح لي اللي احنا شايفينه دلوقتي ايه؟ ها، بتوضح مشكلة سياسية. احنا دلوقتي لو شايفين جزء من قارة اوروبا وجزء من قارة افريقيا، واللي بيفصل بينهم او بيربط بينهم مضيق جبل طارق. لو شايفين ان الدولتين اللي موجودين، اللي هي دولة في قارة اوروبا وهي اسبانيا، وعندي في افريقيا اللي هي دولة المغرب. طيب انا عندي الدولتين دولت، اكيد في حاجة تخص الخريطة دي، او في حدث او مشكلة من المشكلات حدثت. بما ان انا بقول حدث تغيير كبير جدا في الخريطة السياسية في الفترة الاخيرة، فاحنا هنتكلم او نتناول في الجغرافيا عن المشكلات السياسية اللي حصلت في العالم. طيب انا هنشوف السؤال اللي موجود قدامي دلوقتي، بيقول لك اختر الاجابة الصحيحة من ما بين القوسين، تنازعت دولتي نقط على مدينتي سبتة ومليلة. لو بصيت على الخريطة هتعرف تجاوب السؤال بمنتهى البساطة. أنا حبيت أدعم لك السؤال بالخريطة بحيث إن أنت تقدر تشغل البصر والإيه وتركز معايا وتقدر تحل السؤال بمنتهى البساطة. لو نفتكر مع بعض أهو، شايفين مع بعض كده الخريطة بتقول لي إيه؟ أسبانيا والمغرب، هم دولت الدولتين اللي تنازعوا على المنطقة. لو لاحظنا في الخريطة هتلاقي واضح قدامك مدينة سبتة ومدينة مليلة، وازاي ان هم قريبين من مكان او ممر ملاحي مهم جدا وهو مضيق جبل طارق. يبقى انا عندي دلوقتي المشكلة السياسية ديت اللي هي بين اسبانيا والمغرب، دي كانت على مدينتي سبتة ومليلة نتيجة احتلال اسبانيا ليها. نشوف مع بعض كده سؤال كمان تبع اختر برضو، وده قلنا بيشمل كل المستويات. عندنا بيقول ايه؟ اشتهرت كشمير في فترة الاستعمار بانها كانت مكان مناسب لقضاء اجازتهم الصيفية. طيب نشوف مع بعض كده كلمة ايه اشتهرت كشمير. هي كشمير دي موجودة فين اصلا؟ هي موجودة في القارة الهندية. كشمير موجودة فين؟ في القارة الايه؟ الهندية او شبه القارة الهندية. طب المكان ده كان في حد محتله ها من الدول الكبرى، وهو نتيجة تقسيمه لهذه المنطقة وتركه لمدينة كشمير بدون يعني ادخالها في اي من الدولتين، ده كان سبب رئيسي في حدوث المشكلة بين او في منطقة كشمير. طيب المنطقة دي كانت بنتيجة احتلال البريطاني الموجود في ذلك الوقت في منطقة في منطقة الهند، كانت بيعتبروا منطقة كشمير نتيجة ان مناخها معتدل، وانها بتتميز بانها اقل في درجه الحراره بكتير جدا عن الهند، فكانوا بيعتبروها المصيف بتاعهم او المكان المناسب ليهم ان هم يقضوا فيهم اجازتهم. فبالنسبه للاستعمار اللي كان في منطقه كشمير، هو كان الاستعمار البريطاني، وكانوا بيتخذوا ايه كشمير مصيف ليهم او مكان لقضاء الاجازات الصيفيه بتاعتهم. نشوف مع بعض واحد كمان برضو اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. بيقولك من نماذج الاتفاقيات الخاصة بتنظيم حركة الرعاة معاهدة ترسيم الحدود السياسية بين السعودية ودولة ايه؟ احنا من ضمن برضو المشكلات اللي حدثت على الخريطة السياسية في العالم ان عندنا مشكلات خاصة بالرعاة اللي هم الجماعات او القبائل اللي بتقوم بالرعي في المناطق المختلفة الصحراوية. حركة الرعاية يعني ايه؟ يعني ان الرعاية من المعروف من خواصهم ان هم عندهم تميز ان هم بيتنقلوا من مكان لاخر، يعني ما بيكونوش ثابتين في مكان واحد. طيب التنقل والترحال بتاعهم ده كان سبب في حدوث مشكلات كتيرة جدا، لانه معنى كده ان هو بيتنقل من مكان لاخر، يعني بيتحرك من دولة لاخرى او من حدود لحدود، فطبعا ده بيسبب مشكلة لهذه الدول هينضموا لاي من الدولتين، فطبعا بيحصل مشكلات حدودية بسبب حركة الرعاية دي. فكان الحل ايه؟ ان السعوديه عملت او مجموعه من الدول اللي هي عندها مشكله الرعاه دي تعمل اتفاقيات دوليه تنظم الحكايه دي وتحدد الحدود السياسيه بينها وبين الدول الاخرى، وكان من ضمنها السعوديه. يبقى انا عندي دلوقتي السعوديه عملت ايه؟ عملت حدود، احنا عارفين حدودها الجنوبيه مع دوله اليمن، فعملت معاهده بتحدد فيها او بترسم فيها حدود السياسيه بينها وبين اليمن بحيث انها تمنع اي نزاع او مشاكل تنتج من حركه الرعاه. نشوف مع بعض كده كمان، بيقول لك اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الغير صحيحه. طب انوه عن جزئيه مهمه جدا، احنا عارفين السؤال ده لو جه للطلاب العاديه بيبقى مع ذكر السبب، انت مش مطالب بكده خالص، انت مطالب ان انت تقول لي هو السؤال ده صح او خطأ. طيب
اما يقول لك الاستخدام، اول نقطه لاستخدام الانهار كحدود سياسيه مميزات عديده. لو نفتكر مع بعض ان من ضمن الحدود عندي الحدود الطبيعيه، وكان من ضمن انواع الحدود الطبيعيه اللي هي الحدود الجبليه والحدود الانهار، سواء الانهار الدوليه او الحدود البحيريه او الحدود البحريه. طيب من ضمنها الحدود الانهار. طب الانهار دي كان في عندي نوعين، في انهار محليه ودي لا يمكن استخدمها كحد سياسي لانها بتقع بالكامل داخل حدود الدوله، وعندي حاجة اسمها أنهار دولية، وهي ديت اللي هي بتبقى بتمر بأكتر من دولة. يعني إيه؟ يعني زي نهر النيل مثلا، زي نهر الراين، ده بيربط من أكتر من إيه؟ من دولة. وفي الحالة دي يبقى أنا عندي الأنهار الدولية هي الأنهار التي تمر بأكثر من دولة. طيب هل أنا ممكن أستخدم الأنهار دي كحد سياسي؟ ممكن استخدمها كحد سياسي، وليها مميزات. مميزاتها ايه هي؟ ان هي واضحه وبتكون مانع مائي لاي دوله، وبالتالي يبقى ليها مميزات. يبقى الجمله اللي جابها لي دلوقتي هي اجابه صحيحه، لان لما اقول استخدام الانهار كحدود سياسيه مميزات عديده، ليها مميزات ان هي واضحه وطبيعيه وان هي حد مانع مائي. طيب يقول لك تاني نقطه، تمثل بحيرة ميتشيغن حدودا بحرية فاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. احنا لسه قايلين اهو من ضمن انواع الحدود ان انا عندي ايه؟ حدود بتكون ايه؟ طبيعية، منها حدود البحيرية. وقلنا البحيرية ليها انواعها، اللي هي عبارة عن ايه؟ ان انا ممكن ان انا اقسم البحيرة بين الدولتين او على حسب الاتفاقيات الدولية. طيب انا عندي بالنسبه للحدود اللي بتفصل بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا، بيبقى فعلا بيفصل بينهم حدود بحريه، بس هل هي بحيره ميتشيغن؟ لا، المفروض ان اللي بيفصل بين الولايات المتحده الامريكيه وكندا هي البحيرات العظمى. يبقى الاجابه هنا خطا، لان المفروض هي البحيرات العظمى مش بحيره ميتشيغن. عرفنا ازاي بنجاوب السؤال اللي هو صح وخطا؟ احنا بنحدد بس الاجابه كانت صحيحه او خطا. قد تسير او قد تسير الحدود السياسيه البحيريه وفقا لاتفاقيات محدده. لو حد ركز في اللي انا قلته من دقيقتين هيعرف ان انا عندي لسه قايله ان الحدود السياسيه البحيريه ممكن انها تسير وفقا لاتفاقيات محدده. زي مثال كده لو نفتكر مع بعض اما قلنا ايه بحيره فيكتوريا. بحيرة فيكتوريا كانت من البحيرات اللي تم تقسيمها وفقا لاتفاقيات الدول المحيطة بهذه البحيرة. تمام، يبقى الإجابة صحيحة. أما أقول رابع حاجة، بقولك الطابع السهل للدولة يكسبها سلبيات وإيجابيات. عارفين يعني إيه يا ولاد كلمة طابع سهلي؟ نفتكر مع بعض كده ان من ضمن مقومات الدولة ان هي يكون عندها او تتميز بالطابع السهلي. فاكرين كانت من اشهر الدول اللي هي بتتميز، او مديلك مثال على من الدول اللي بتتميز بالطابع السهلي، كان عندي هولندا والمانيا. طيب هل الطابع السهلي ده بيبقى ليه سلبيات وايجابيات؟ يعني ايه؟ يعني انا لو قلت ايجابياته ان انا عندي الطابع السهلي بيتميز بان هو ان بيساعد على ان في تنوع في مساحة الدولة او تنوع في موارد الدولة على مستوى الدولة بالكامل. بيساعدني ان انا اقدر يبقى في عندي سهولة في الحركة وسهولة في الاتصال بين اجزاء الدولة. بيساعد على كثرة وجود الانشطة الاقتصادية المختلفة. بيبقى سهولة في احكام السيطرة على جميع اجزاء الدولة. طيب اما اقول سلبيات الطابع السهلي دوت، ان بيبقى في سهولة في الاختراق الدولة، وطبعا بيبقى في مشكلة في ان هو يبقى عندي في بعض اوقات الحروب او كده بيبقى بسهولة جدا ان انا ممكن ان انا اخترق الدولة دي او تبقى عرضة للتعدي عليها. يبقى الطابع السهلي ليه سلبيات وإيجابيات، إجابة صحيحة. شوف مع بعض كده برضو تبع سؤال، اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية. بيقولك تعد اللغة أهم عناصر تكوين القوميات في العالم. أهم عناصر تكوين القوميات في العالم، يعني أنا عندي دلوقتي بيقولك إن اللغة
هي من اهم عناصر تكوين القوميات. لو فاكرين كده ان احنا قلنا ايه، ان اللغه دي هي اعتبر الوعاء الثقافي لاي دوله، الوعاء الثقافي لاي دوله، وعشان كده هي تعتبر من اهم عناصر تكوين القوميات، لان بتسعى دول العالم كلها ان يبقى عندها ايه لغه رسمية تتحدث بيها، وبكده يبقى أنا عندي اللغة. بالنسبة لمعظم القوميات في العالم هي تعتبر عنصر مهم جدا، أو من أهم العناصر اللي بيتم فيها تكوين القوميات في العالم. يبقى الإجابة صحيحة. نشوف مع بعض كده رقم 6 بيقولك إيه، تم تهجير أهالي النوبة بسبب الكوارث الطبيعية. يعني انا دلوقتي معنى كده ان انا اهالي النوبه دولت مش هجروا، احنا عارفين ان في حاجه اسمها هجره خارجيه وهجره داخليه داخل الدوله، وفي عندي حاجه اسمها هجره شرعيه وهجره غير شرعيه وهجره اجباريه. طيب انا لما اقول اهالي النوبه، واحنا عارفين اهالي النوبه اللي هي ارض النوبه موجوده في جنوب مصر، ها يبقى انا ايه اللي خلى اهل النوبه دولت يهاجروا من مكانهم؟ بيقول لك بسبب الكوارث الطبيعيه. لا، احنا هاجروا من مكانهم بسبب الهدف القومي. يعني ايه الهدف القومي؟ يعني ان الدولة كانت بتسعى يا ولاد ان هي تبني السد العالي، وطبعا ان عشان تبني السد العالي محتاجة الارض اللي موجودة ديت اللي هي في منطقة ارض النوبة، فاضطرت انها تقوم بتهجير اهالي النوبة بحيث ان هي يبقى في مساحة انها تقدر تبني السد العالي. وطبعا ده يعتبر هدف قومي وليست كوارث طبيعية. يبقى في الحالة دي هو تم تهجيرهم، لكن مش بسبب الكوارث الطبيعية. يبقى الإجابة ايه؟ خطأ. تمام كده يا ولاد، شوف كده مع بعض. يقولك من مشكلات تقسيم المياه النزاع بين ليبيا وتونس عند تحديد الرصيف البحري بينهم. يعني ايه؟ يعني انا بيقول لك دلوقتي هل ان فعلا من مشكلات تقسيم المياه ان هو النزاع اللي تم بين ليبيا وتونس لما جم يحددوا الرصيف البحري بينهما. لو نفتكر مع بعض كده ان ليبيا بتقع بجوار ايه، دولة تونس، والاتنين بيطلوا على البحر المتوسط، فطبعا بينهم حدود بحرية، كل واحد فيهم عاوز ان هو الحد البحري بتاعه يضم الايه، الغازات، سوري، اللي هي حقول الغاز وحقول البترول، يعني يضم مصادر الطاقة اللي موجودة في الحد البحري ده. فطبعا حصل نزاع بين الدولتين ايهما ياخذ ايه النصيب الاكبر. طبعا لجأوا لمحكمة العدل الدولية وحكمت بأن الخط دوت ان هو يتجه الى الشمال قليلا، او ان هو ايه الى يعني باتجاه 26 كيلومتر، او ان هو بعد كده تم تعديله الى 52. طيب يبقى في الحالة دي انا عندي دلوقتي النزاع اللي كان بين ليبيا وتونس عند تحديد الرصيف البحري بينهما، ده كان ايه؟ نزاع على تقسيم المياه بينهم. انتهى النزاع بايه؟ بان الحد اللي تم تحديده كان لصالح تونس، وكان سبب في انها حصلت على حقول الغاز، او بقى ليها حقوق في حقول الغاز والبترول الموجوده في ذلك في هذه الايه المنطقه. لما نقول الموارد الطبيعيه رقم 8، الموارد الطبيعيه موزعه بشكل منتظم على خريطه العالم. يعني ايه يا اولاد الموارد الطبيعيه؟ ها يعني مصادر الطاقة، الثروات المعدنية، موارد المائية، كل ما هو طبيعي من عند الله دي بنسميها موارد طبيعية. طيب هل هي متقسمة على مستوى العالم بشكل متساوي؟ لا طبعا، وبدليل ان بيحدث مشاكل، ده هي سبب رئيسي في حدوث النزاع بين الدول. طبعا الدول اللي عندها فائض في الموارد الطبيعية بتبقى سبب في ان الدول الاخرى اللي هي عندها نقص في الموارد الطبيعية انها بيحصل بينها وبينها نزاع، بحيث انها عاوزة الدول اللي عندها الموارد الطبيعية قليلة عاوزة تستولي على الدول اللي عندها الموارد الطبيعية كثيرة، وبالتالي في الحالة دي هيحصل ايه؟ نزاع بين الدولتين او بين دول العالم على الحصول او السيطرة على الاماكن اللي فيها موارد طبيعية. يبقى لما اقول موارد طبيعيه موزعه بشكل منتظم على خريطه العالم، لا طبعا مش صح، والدليل على كده ان في نزاع على مستوى العالم بسبب هذه الموارد. اما يقول لي كان البترول دور واضح في مسار الحرب العالميه الثانيه،
كان ليه دور واضح. لو نفتكر مع بعض الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا مع دول الحلفاء كانوا الاثنين بيحاربوا بعض، وكانوا بيسعوا إن ألمانيا كانت بتسعى بكل جهدها إنها توصل لمنابع وجود البترول، أو أهم مناطق وجود البترول اللي موجودة في جبال القوقاز. وعشان كده مسار الحرب كان متغير بسبب اتجاههم لمناطق جبال القوقاز عشان تقدر تسيطر على منابع وجود البترول. لو بصينا كمان لما حصل في حرب اكتوبر، كان برضو من العوامل اللي هي كان البترول ليه دور رئيسي ولعب دور رئيسي في هذه الحرب برضو، وكان ليه دور في الايه تأثير على مستوى العالم. يبقى لما يقول لي هنا البترول كان ليه دور واضح في مسار الحرب العالمية الثانية، ايوه بدليل ان المانيا ودول الحلفاء كانوا بيسعوا بتغيير الايه اتجاه او مسار الحرب او اتجاه الجيوش الايه الالمانية كلها باتجاه جبال القوقاز. لما يقول لك سؤال بشكل آخر، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة، الحد السياسي بين الهند وباكستان هو حد إيه؟ يعني إيه؟ إحنا عارفين إن في أنواع عندي من الحدود، لسه قايلين إن في حدود طبيعية وفي حدود بشرية وفي حدود بنقسمها لأكتر من نوع، ديني وحدود على حسب اللغة وحدود بحرية وغيرها. طب الحد اللي هو بين الهند وباكستان يعتبر أو يندرج تحت أي نوع من الحدود؟ انا عندي دلوقتي الهند، فاكرين انا لسه قايله في اول الحلقه ان عندي ايه بريطانيا استولت على منطقه الهند او شبه القاره الهنديه كلها، وبعد كده لما جت خرجت قسمت الهند الى الهند والجزء الاخر اللي هي باكستان الشرقيه والغربيه على اساس ايه؟ على اساس الدين. يبقى قسمت الهند وباكستان على اساس ديني. يعني ايه؟ يعني الهند كانت تتبع الديانه الهندوسيه وباكستان تتبع الديانه الاسلاميه، وبكده تم تقسيمها على اساس ديني. وطبعا زي ما قلت في الاول ان هم تركوا منطقه كشمير لم تنضم الا للهند ولا لباكستان، وده كان سبب في نزاع بعد كده ومشكلات كبيره على منطقه كشمير. يبقى الاجابه الصحيحه عندي دلوقتي اللي هو الايه؟ الحد الديني. لما اقول برضو طبعا ظل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة، معناه إن الإيه؟ ها بنبص على الإجابة الصحيحة وبنظلل الدائرة بتاعتها. طب نفرض أنت أخطأت ولا حاجة في وظللت دايرة وطلعت الإجابة مثلا بعد كده لما رجعت لقيتها مش صح فعاوز تغيرها، أنت بتشطب على الإجابة ديت وبترمل إيه؟ بتظلل الإجابة اللي أنت شايفها صح وما فيهاش اي مشكله خالص. وعندك كمان مديلك في اخر الكراسه او في اخر كراسه البوكلت بيبقى عندك مديلك مساحه ان انت تقدر ان انت ايه تقدر تصلح او تكتب اي سؤال مره اخرى او تعيد السؤال مره ثانيه. اما يقول لك هنا تمتد الحدود السياسيه بين فرنسا واسبانيا على طول امتداد جبال ايه؟ انا دلوقتي الحدود السياسيه بين فرنسا واسبانيا ممتده، ها انا عندي لسه بتكلم اهو ان في حدود طبيعيه ومنها الحدود الجبليه. خلاص هو عاوز بيقول لك دلوقتي الحد الجبلي معناها ايه؟ يعني الحد الجبلي اللي بين فرنسا واسبانيا هو ايه؟ ايه الجبال اللي هي تقع بين فرنسا واسبانيا؟ فاحنا اتخذناها حد ايه؟ سياسي. ها لو نبص مع بعض الاختيارات بيقول لي الهيمالايا ولا الانديز ولا روكي ولا البارونس. انا شايفه ناس شطار قالوا البارونس، يبقى معنى كده ان انا عندي الاجابه الصحيحه هي ايه؟ جبال البارونس. يبقى بين فرنسا واسبانيا هي جبال ايه؟ البارونس، لان عارفين طبعا الانديز دي في ايه؟ في امريكا الجنوبيه، والهيمالايا دي في ايه؟ في اسيا، وروكي دي فين؟ في الولايات المتحده الامريكيه. طيب لما نشوف مع بعض كده سؤال برضو تبع ظل الدائره ذات الرمز الدال على الاجابه الصحيحه، بيقول لك تعد المياه نقط جزء من اراضي الدوله. طيب انا عندي دلوقتي ها المياه ايه هي؟ احنا عارفين لسه بقول ايه الحدود بتنقسم الى مجموعه من الايه الانواع، قلنا منها الحد البحري. طيب الحدود البحريه يعني ايه؟ يعني الحد اللي بيحد الدوله من جهه البحر، دي اسمها حدود. يعني الدوله اللي بتطل على البحار بيبقى اكيد ليها حد بحري، مش هي مش هتاخد يعني مثلا احنا بنطل على البحر المتوسط مش هناخد البحر المتوسط كله لحسابنا، اكيد لينا ايه حد فيه وبعديه بينتهي حدودنا وبعد كده بندخل في منطقه الايه اللي هي المنطقه الدوليه او اللي هي بنسميها اعالي البحار. طيب ايه هو بقى؟ ايه هي المياه اللي بتقع بتبقى جزء من اراضي الدوله؟ يعني ما اعتبرهاش ايه من الحدود السياسيه، لا ده هي بتقع بالكامل على ارض الدوله. احنا قلنا يا ولاد اللي هي
ايه اللي بيبقى تبع او جزء من اراضي الدوله، هي المسطحات المائيه او الاشكال المائيه كلها اللي بتكون محاطه بيابس الدوله وتقع بالكامل فيها على الدوله وتتصل بالبحر بس، زي عندنا كده في مثال في مصر كده بحيره المنزله مثلا، بحيره البرولوس، هي بتقع بالكامل على اليابس او محاطه بيابس الدوله، ولكن بتتصل بالبحر عن طريق فتحه بالايه البحيره. يبقى في الحاله دي بنسميها اراضي ايه؟ يبقى الجزء ده بنسميه المياه الداخليه. يبقى اللي بتقع بالكامل على سطح الدولة أو على يابس الدولة دي بنسميها أراضي أو مياه داخلية. طيب هنا بقى سؤال الخريطة. لما يجي لك بقى سؤال الخريطة وبيجيب لك بعض النقاط على الخريطة ويدي لك الأرقام بتاعت كل نقطة وعاوزك أنت تحدد له النقطة دي بتدل على إيه. لو بصينا كده يا ولاد الخريطه اللي قدامي حطيت لي ارقام وموضح لي بالسهم الجزء اللي هو مطلوب بالظبط. نبص كويس جدا، ما نبصش على الرقم بس، لا نبص نشوف السهم ده رايح فين عشان اقدر اعرف هو المكان اللي طالبه مني ايه بالظبط. طيب اما نشوف كده اول سؤال في الخريطه بيقول لك رقم واحد محيط. لو بصينا على الخريطه كده على الناحيه الشمال هنلاقي رقم واحد بيدل على المحيط الاطلنطي. احنا شايفين هنا الخريطه دي اللي هي خريطه بتدل على اسبانيا والمغرب، يعني جزء من اوروبا وجزء من من افريقيا. طيب تاني رقم اللي هو رقم اتنين، وده موجود على مدينه على ساحل المغرب، ولو شايفين هي قريبه من مضيق مهم جدا، يبقى المدينه دي اسمها مدينه سبته. خلاص لو مشينا شويه كده هنلاقي رقم 3 موجود فوق عندي، هو عامل لي بالسهم عاوز الدوله نفسها وهي لسه قايلاها انا دلوقتي دوله اسبانيا. لو نزلنا على رقم 4 جنبه على طول على الناحيه اليمين شايفين رقم 4 بيقول لي البحر. احنا شايفين احنا قلنا البحر ده اللي بيفصل بين اوروبا واسيا او اوروبا وافريقيا، وهو البحر المتوسط. رقم 5 وهي المدينة الثانية اللي موجودة على المغرب، لو بصينا هي مظللها باللون الأحمر وعامل لك عليها السهم هو، دي مدينة مليلة اللي احنا قلنا عليها مشكلة بين أسبانيا والمغرب اللي هي مشكلة سبتة ومليلة. رقم 6 واللي هي دولة دولة المغرب، المفروض بقى خلاص أنا قلتها لك كذا مرة دلوقتي، أسبانيا والمغرب هي دي اللي قايم بينهم المشكلة. طيب رقم 7 اللي هو عاوز منك الدولة برضو، الدولة اللي موجودة جنب المغرب على طول، الشطار على طول عارفين ان الدولة اللي جنب المغرب هي الجزائر. طيب رقم 8 بيطلب منك الدولة اللي جنب اسبانيا على طول اللي هي البرتغال. بكده احنا شفنا مثال لشكل الخريطة بيبقى جاي ازاي وازاي ان انت تقدر تحلها. ميس ألفة سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وكانت مراجعه سريعه للدرس التمهيدي الخاص بانواع واشكال الخرائط السياسيه. بشكرك يا فندم على وجودك معانا. اشكرك حضرتك واشكر الساده المشاهدين واشكرهم على حسن استماعهم واتمنى لهم التوفيق والنجاح. شكرا. اعزائي طلاب الدمج بنتمنى يا رب تكونوا استفدتوا كثيرا من هذا اللقاء ومن هذه الحلقه من برنامجكم تبسيط العلوم، والتي تضمنت مراجعه سريعه للدرس التمهيدي الخاص بانواع واشكال الخرائط السياسيه. حتى نلتقي مجددا، شكرا لكم.